السلام عليكم رحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الشقه في الطابق الثاني او الثالث اللي كتواجد في السنتر ديال مدينه حد السوالم. موبل اير بليس خون، عندك كل شقه في الطابق، المساحه 88 متر، الواجهة مراكشية، البروميل تبعت باغاك توفر عندنا في الطابق الثاني او الثالث. عندك ثلاث ديال الغرف، صالون، سيجور، لاكويزين اللي جات اكيبي، وجوج ديال الحمامات. دخل الشقة هي هذه، الباب ديال تركيا، الانفاس مع هو الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله. عندك شارع دوبل فوا، طاب السباق ديال الخيال، صراحة خدمة نقية ومشمش النهار كامل تبارك الله ما شاء الله. بلاصة سي في، الصالون هو هذا، ونفاس مع الدخلة ديال الشقة. عندك الرخام وعندك حتى الإينوكس. الدخلة على اليمين كاين الحمام الرئيسي بالباسك، عندك جليش البلافو، عندك الاسباسو للزجاج اللي هو هذا، البيبان دول تركيا، كما شفنا الصالون والحمام، الغرفة ديال الوليدات، الكويزين اللي جات محلولة، وحدها سيجور بلاصة لامونجي، داك لاسيرفون كاميرا. لا كوزيني هادي، عندك بلاص تي في، الغرفة الأولى بالباركو ديالها، عندك الليد في السبوت في البلاتفورم زائد حتى لي سبوت، عندك باركو، الدار كلها بالصباغة ديال الخيال. غرفة النوم اللي جات عامرة تبارك الله ما شاء الله. عندك الباركو تاهي، عندك البلاكار، الدوش، تو سيباري بزجاج، عندو الشاجون ديال كيشوف لاكور، عندك الباسك المرايا ديالو،
ندير جليس البلافون. جميع الغرف عندهم إطلالة ممتازة تبارك الله ما شاء الله. كما شفنا جوج الغرف كنلقاو سيجور قدامنا هنايا، لاكويزين اللي جات محلولة لي بلاكارات ديولا، عندك بلاصة الماشينة لافي، الثمن اخوان جد مناسب ل 54 مليون وقابل للنقاش، مازال كتوفر في الطابق الثاني والثالث. هاد الموبل فيه غير ثلاثة الطوابق، عندك 10 من هنايا مضوع السيجور بالريدو ديالو، الغرفة الثالثة تاهي بالصباغة ديال الخيال بالبلاكار ديالها، اخوان هذا هو العرض ديال اليوم. مساحة 88 متر، ثمن 54 مليون وقابل للنقاش. هاد الشقة كتواجد في مدينة حد سوالم في الصون قرب الشواية، كاين غير ثلاثة ديال الطوابق، بروميير تباعت باقي كتوفر عندنا الطابق الثاني او الثالث. عناكم الله وأحبكم الله، الله يسخر الجميع.